لم يكن ممكنا أن يصبح الشاويش محمد بطلا لفيلم قبل أن تتغير أشياء كثيرة في السينما المصرية. من 40 سنة والشاويش محمد يسمع فقط عن شيء اسمه السيما. عندما كان فلاحا يعزق غيطه كل صباح، كان يعرف أن هذا الاختراع العجيب هو واحد فقط من المتع السحرية العديدة التي يمارسها أهل البندر. أما أن يصبح هو نفسه بطلا لفيلم فهي مسألة كان لابد أن تتغير أشياء كثيرة قبل أن تحدث، ولقد حدث بالفعل أن تغيرت هذه الأشياء. ترك محمد نفسه الفأس وأمسك البندقية عندما جندوه في الجيش واشترك في حرب 56، ومن يومها لم يترك محمد البندقية أبدا. عندما رأى رفاقه يموتون من حوله على رمال سيناء أصبحت الحرب قضيته الخاصة، فلا أحد يعرف قيمة الأرض مثله، ولا أحد يدرك معنى أن يموت الأصدقاء إلى جانب فلاح مصري. ولقد أصبح ثأر الشاويش محمد الخاص أن يظل يحمل البندقية إلى حرب 67 ليدافع عن كل المعاني التي يقدسها هو بعفوية شديدة وبصدق كامل، يصل إلى حد الموت في صمت وبلا لحظة خوف. وفي فيلم أغنية عن الممر يموت الشاويش محمد وأربعة آخرون هم آخر من تبقى لحراسة الممر ومنع الدبابات الإسرائيلية من العبور بأي ثمن. كانت هذه هي الأوامر، وبعد أن مات الرفاق بقيت هذه الوحدة الصغيرة من أربعة شبان فقط يقودهم الشاويش محمد، وكان جهازه اللاسلكي قد ضرب وصمت تماما، ولم تعد هناك وسيلة للاتصال بالآخرين. ولكن شيئا لم يكن يكفي ليهزم خمسة رجال، فقدوا الاتصال بكل شيء وتوقف عنهم التموين، وقاربت الذخيرة نفسها أن تنفذ. ولأن عليهم أن يحرسوا هذا الممر فلن يهزمهم الموت نفسه، والموت في هذا الممر الصخري في سيناء لم يكن كلمة ولا وهما، كان واقعا عاشوه ورأوه كل يوم. يخطفوا رفاقهم وهو قريب جدا من أن يخطفهم هم أيضا واحدا واحدا، ولكن أحدا لن يهرب ولن يترك مدفعه للحظة. كنتش عارف أنك بتنشن كويس. أعظم فيلم مصري لم يتم إنتاجه هو هذا الفيلم الذي كان حلما في ذهن وفكرة في رأس رئيس أركان الجيش المصري ليلة حرب 6 أكتوبر 1973. الفريق سعد الدين الشاذلي بيحكي في مذكراته عن هذا الفيلم الذي كان سيكون واحدا من أعظم إن لم يكن أعظم فيلم مصري في التاريخ. لكن قبل ما نروح للفيلم الذي لم يتم وهو الأعظم، ورغم أنه كان سيكون الأعظم، تعالوا نروح نشوف الأفلام اللي تمت، وأنا بتكلم عن الأفلام اللي تناولت حرب أكتوبر أو الحرب عموما في حياتنا السينمائية المصرية. أجد نفسي أمام أفلام عن الحرب مش أفلام حربية، فرق كبير قوي. الفيلم الحربي هو الفيلم اللي بتدور أحداثه معركة حربية على جبهة معارك بكل التفاصيل التي تجري في هذه المعركة. إنما الأفلام اللي عن الحرب يظهر فيها يعني مشاهد حربية ووقائع معارك وكل حاجة، لكن قبلها وبعدها وربما فلاشباك أثناءها حياة عادية مدنية بنروح لأماكن أخرى خارج ساحة المعركة. لعل الفيلم المصري الوحيد اللي أقدر أقول عليه فيلم حربي هو فيلم أغنية على الممر للعلي سالم مؤلفا وعلي عبد الخالق مخرجا، في واحدة من أهم لحظات السينما المصرية إنتاجيا وفنيا وسينمائيا وكذلك وطنيا. فيلم أغنية على الممر اللي كان بطولة أستاذ محمود ياسين ومعه مجموعة من الممثلين الرائعين هو اللي تقدر تقول عليه فيلم حربي. ليه؟ لأنه تدور أحداثه في موقع معركة. صحيح مفيش مشاهد عسكرية وحربية كبيرة، لكن ربما كمان لأنه كان مسرحية في الأصل للأستاذ علي سالم كاتب المسرح الفز، فهو حدود المكان في حدود المعركة بكل تطوراتها وتفاصيلها. مجموعة من الجنود المصريين لا يريدون أبدا التخلي عن موقعهم المحاصر من قبل العدو، ومصرين على المواجهة وعلى المقاومة وعلى الانتصار حتى اللحظة الأخيرة،
وتعيش يا ضحكة مصر يا ضحكة الأوطان. ده الفيلم اللي تقدر تقول عليه فيلم حربي عسكري. إنما الأفلام الأخرى أفلام عن الحرب مش أفلام حربية. وأفلام للأسف برضو مش كتير في أفلامنا المصرية. وبيحصل فيها حاجة غريبة قوي. يعني حرب أكتوبر تحديدا في حاجة فرع كده في الأدب المصري اسمه فرع أدب أكتوبر. سلسلة من الروايات والقصص كتبها جنود وضباط عاصروا وعايشوا وخاضوا حرب أكتوبر بتفاصيلها يوما بيوم. 16 يوم بتوع الحرب لحظة بلحظة. لا تجد أبدا مكانا في أفلام سينمائية عن حرب أكتوبر. كل أفلام حرب أكتوبر وهنا أتحدث عن كل قائمة على وقائع مختلقة مصنوعة دراميا مش من وقائع من قلب المعركة الحقيقية. مع أن المعركة مليئة بالإثارة مليئة بالتفاصيل وبالدراما مليئة بالبطولات والعظمة. ليه إحنا تخلينا عن العودة إلى القصص الحقيقية لجنودنا وأبطالنا وشهدائنا ورحنا نألف حوالين الحرب قصص؟ شيء غريب وعجيب خصوصا لما تروح للسينما العالمية وتلاقي أنه السينما العالمية قائمة خصوصا الأمريكية كم فيلم حتى الآن بتعمل عن الحرب العالمية الثانية بعد مرور كل هذه السنوات، حرب فيتنام وغيرها، وكلها قصص غالبا بتبقى قصص واقعية، وفي نهاية الفيلم حتى بتلاقي صور أبطالها الحقيقيين وتطورات أحداثها ما بعد نهاية أحداث الفيلم. هذا شيء نفتقده بقوة في أفلامنا المصرية. ما فيش فيلم كلمنا عن التخطيط وعن القادة الكبار. احنا بنتكلم طول الوقت عن المعارك اللي هي بتبقى مثلا، يعني يمكن أفضل أداء للمعارك حصل مع الرصاصة لا تزال في جيبي مع الأستاذ حسام الدين مصطفى ومع فيلم الممر للأستاذ شريف عرفة. لكن بينهم المعارك برضو لم تكن هي حاضرة بذات القوة والعظمة اللي المفروض تبقى بين في فيلم يتحدث عن معركة هي من أهم المعارك وحرب هي من أهم الحروب في الحياة المصرية. أرجع تاني وأتكلم عن رئيس أركان الجيش المصري سعد الدين الشاذلي وهو بيقول في مذكراته إنه ليلة الحرب فكر إزاي أنا ما خدتش قرار تصوير فيلم حرب أكتوبر لايف أثناء الحرب. وبيقول أنه تنازعته فكرتان واتجاهان في ذهني ورأسي ووعيه. رقم واحد، لازم أوثق هذه اللحظة التاريخية ولازم معاركنا وبطولاتنا تتصور حية وإحنا منخوض هذه المعركة، ودي وثيقة تاريخية لو قدرت ماديا مش هكون أقل من 100 مليون دولار أياميها يعني، بينما كمان كوثيقة تاريخية لا تقدر بثمن. طب ليه ما عملش كده؟ هو بيقول كده وده تفكير. شوف لما يبقى رئيس أركان جيش وبيفكر في المعركة تاني يوم الظهر وكل اللي في ذهنه دلوقتي السينما، أنا عايز أصورها سينما، طب أعمل إيه؟ دلوقتي أقول للمخرج أو أستدعي مخرج؟ طب في حاجة في الدنيا كده؟ أستدعي مخرج أقول له بكرة هتصور؟ وظل هذا التنازع في ذهن سعد الدين الشاذلي، ثم انتهى إلى أنه في المخاطرة المحسوبة الوقت ضيق، لا مش عايز ازيع سر ولا اقول خبر ان انا هقوم بكرة بحرب، لا مش عايز اضحي بمخرجين ومصورين ممكن يشاركوا في المعركة وينتهوا الى استشهاد. ثم ندم سعد الدين الشاذلي على هذا القرار بعد الحرب ما انتصرنا فيها، وبعد ما بدأ يشوف افلام عن حرب اكتوبر وصور تتعمل كلها مش في قلب المعركة الحقيقية، كان ندما كبيرا اعلن عنه بعد فترة في مذكراته. ولعل من ضمن ما جعله يندم انه يشوف افلام ربما تكون اقل بكتير مما كان يجب ان يكون عليه افلام عن حرب اكتوبر. ومن ضمن هذه الافلام فيلم العمر لحظة للسيدة ماجدة الصباحي منتجة ويوسف السباعي مؤلفا وحسين حلم المهندس سيناريست، والاخراج كان لمحمد راضي اللي هو نفسه اخرج فيلم ابناء الصمت. لكن العمر لحظة كان فيلما اقرب الى ان يكون لحظة في حرب أكتوبر، وحرب أكتوبر وأكبر وأعظم كثيرا من هذه اللحظة ومن كل اللحظة. في فرق كبير جدا بين المخاطرة وبين الانتحار. عندما عرض فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي صفق الجمهور التونسي لرؤية الجند المصري وهو يشق بسلاحه طريقه عبر قناة السويس وعبر خط بارليف.
صفقوا لذكرى أيام مجيدة وعزيزة. أما الفيلم نفسه فقد كانت لهم عليه ملاحظات كثيرة وقاسية. ده بيتكلم بقى عن عرض الفيلم الأستاذ رؤوف في مهرجان قرطاج غالبا. عندما أقيمت ندوة لمناقشة الفيلم كان واضحا أن جميع الحاضرين من الشباب التونسي أو وفود الدول المدعوة لمهرجان عندهم الرغبة في النقاش والحوار. النقاش عن حرب 67 وحرب أكتوبر وافتقاد الفيلم لإظهار الجانب السياسي لهذه الحروب سواء محليا في مصر أو العالم، وكان عندهم تساؤلات عن القيمة الفكرية للفيلم. وحاول المخرج حسام الدين مصطفى أن يتجنب الدخول في دهاليز الفكر والسياسة واستخدم أسلوب الردود الدبلوماسية وتعلق بحبال الفن، ولكن دائرة النقاش حاصرته أكثر، فما كان منه إلا أن قال: أنا فنان سينمائي، لا تسألوني عن السياسة. والله عنده حق. محمود ياسين طبعا لم يشارك في حرب أكتوبر على سبيل القطع، باعتبر سنه على الأقل، لكن محمود ياسين شارك في أفلام حرب أكتوبر، وده يخليني أعتبره بمنتهى الموضوعية والبديهية بطل من أبطال حرب أكتوبر، لأنه الجندي لما يتعبر عنه على الشاشة عن بطولاته عن قوته عن عظمته عن نضاله وجهاده وكفاحه في المعركة وبطولاته، يبقى في حد ذاتها بطولة. واللي عمل ده محمود ياسين بطل حرب أكتوبر، لأنه عمل 6 أفلام عن حرب أكتوبر بطلا. تقريبا أكتر من نص الأفلام اللي اتعملت عن حرب أكتوبر أساسا. ولما تتأمل ليه محمود ياسين؟ أولا لأنه طبعا كان نجم مرحلتها وفترتها، السبعينيات وما طالع السبعينيات كان بتشهد صعود محمود ياسين كنجم سينمائي بسرعة الصاروخ. راجل أول فيلمين بطلهم بشكل مباشر ومطلق مع شادية وفاتر حمامة، يعني سلام أقل حاجة عنده يعني يا سلام. ثم هو نفسه كمان محمود ياسين ابن بورسعيد، المدينة الباسلة والشعب العظيم اللي خاض مقاومة من 56 وفي 67 وها هي في 73 لما تقوم حرب أكتوبر، يبقى واحد من نجومها الأساسيين ونجوم أفلامها اللامعين الأساسيين هو محمود ياسين ابن بورسعيد. خد بالك كمان محمود ياسين مش بس ممثل مسرحي تقيل قوي، راح السينما من باب المسرح برخامة الصوت وقوة اللغة وعمق الحنجرة. لا كمان محمود ياسين من حيث الشبه أسمراني بملامح مصرية 100%، لا يخطئ أحد أبدا مصرية هذا الرجل. يعني صعب قوي نقعد ندور في شجرة عيلة محمود ياسين فندور نلاقيه في فرع من يمين ولا فرع من شمال ولا فرع من فوق ولا فرع من تحت، هتلاقيه طول الوقت مصري خالص. عشان كده هو شبه 90% من جنود وضباط حرب أكتوبر. من الأمور اللي أنا بعتقد إنها معبرة جدا عن محمود ياسين وعن حرب أكتوبر هو فيلم بدور، رغم إنه مش إنه الفيلم الأشهر بالنسبة لحرب أكتوبر ولا معاركه المعارك الأكبر، وتأليفه وإخراج نادر جلال. ليه بقول إنه الفيلم الأكثر تعبيرا عن محمود ياسين جندي حرب أكتوبر وعن حرب أكتوبر نفسها، رغم إنه بقولك الفيلم يعني الحرب داخلة في سياق فيلم بأحداثه وتطوراته مش هي الفيلم كله؟ لأنه أولا محمود ياسين في الفيلم ده اسمه صابر، وكأن المواطن المصري الصابر، ثم مؤهل علمي ومع ذلك ودوه مصلحة المجاري فشغال طول الوقت تحت الأرض. شوف الدلالة، طول الوقت تحت الأرض بينظف فضلات. خد بالك في غير علمه وفي غير مهنته، وفي نفس الوقت بيشتغل تحت الأرض منسي يكنس فضلات، ماشي، ثم عايز يترقى ويطلع على وش الدنيا، لكن الروتين والبيروقراطية والظروف وتوفيق الدين يحول دون انه يطلع ويصعد، ماشي. لما يروح بقى يستدعى الحرب اكتوبر ويحارب وينتصر كأنها هي مرحلة الصعود، كأنه الصابر الذي وجد اخيرا ما يعزز صبره بالنصر، ثم كأنه صابر اللي تحت الارض اللي طلع فوق الارض تاني وبقى اصبح له قيمته وقامته بعد حرب اكتوبر ونصر حرب اكتوبر. كان بنعمل خيط اخر نادر جلال عامله، وهو بقى حبيبته اللي كانت نشاله، وكانه دي يعني مصر التي كانت تعيش لحظات من لحظات الانحراف او الضلال او التوهان او الحيره، فجات الحرب انقذتها وجات الحرب طهرتها.
عشان بقول لك فيلم بدور رغم انه يبدو وكأنه فيلم على هامش بطولاته في افلام الرصاص لا تزال في جيبي او الوفاء العظيم او يعني الفيلم الاروع طبعا اغنية على الممر، الا انه يبقى معبر اكتر عن محمود ياسين وعن بطل حرب اكتوبر وعن مصر في اكتوبر وعن بدر البدور، لانه كمان المعركة كان اسمها بدر. عظيمة مع أستاذ محمود ياسين وأفلام حرب اكتوبر. أيه طبعا. يعني كتبت في مرة مقال، يعني طبعا هو الفيلم قيمة عظيمة، قيمة عظيمة بالنسبة لي وبحبه جدا، ومن الحاجات اللي في طفولة الواحد اللي هو عملت علاقة بينه وبين حاجة اسمها مصر، يعني دي أول حاجة نعرفها. يعني تعرف أنا شفته في سينما اسمها سينما الحرية في بنها. طبعا وسنا ما كانش معروض فيها لأن كان وقفت السينما فيه، كان سينما وحيدة. فالدلاله كانت جميله بالنسبه لي قوي ان انا شفت رصاصه تزال في جيبي في سينما الحريه. انا بقى دي اول مره في حياتي وانا طفل اعرف معنى الاجازه من المدرسه. مع الفيلم المعروض مع مزيكة عمر خير عمر خورشد. فعامل لي حاله يعني. لكن برضو ما يمنعش ايه شويه مناغشه، يعني ان كتبت مقال انه محمود ياسين هو اللي حارب كل افلام اكتوبر، وكان حاربها وهو دقنه محلوقه وبتلمع سوالف مظبوطه سليم فيت، يعني جاي من الكوافير على الجبهه على طول. بس سليم يعني فيت لازم ده مقاتل في حاجه يعني، لا بس ما ينفعش يكرش بس سليم فيت موديل يعني مش عضلات يعني. وانه دخل كل الحروب اللي على السينما وما اتعورش في فيلم واحد يعني. وعلى سبيل الهزار واللطافة يعني، وعلى سبيل ان احنا ما عندناش افلام لاكتوبر غير الشويتين دول يعني. ونشرت المقال ده تقريبا يوم 5 اكتوبر و 6 اكتوبر. عندنا عادة بصحى بدري جدا يوم 6 اكتوبر ده عشان استمتع بالراديو وهو عمال يلعب الاغاني الوطنية، واستمتع بالافلام ورا بعضها بدور الرصاصة اللي تزال في جيبي وعمر لحظة. اليوم ده فرجة وسماعة بس يعني. وبيعمل شحنة عظيمة جدا. فقعد بفرج على اغنية في الممر. يا سلام. ورن التليفون فجأة. الو. فالالو اللي سمعتها الناحية التانية دي مش غريبة عليا. حنجرة العميقة. يعني. قال لي الو صباح الخير انا محمود ياسين. فطبعا في محمود ياسين قدامي على الشاشة. ويوم 6 اكتوبر وفي التليفون. محمود ياسين في التليفون ومحمود ياسين على الشاشة قدامي. فأدركت على طول ان هو بيكلمني على المقال بتاع امبارح. طبعا بعد مقدمه ما تجيش غير من فنان كبير يعني. كلها محبه واحترام وتقدير للي بيكتب. بس قال لي انا صعبان عليا ان جيلكم ما يعرفش احنا تعبنا قد ايه في اللي احنا عملناه. قال لي اولا احنا المشاهد المتصوره اللي صورناها في الرصاصه لا تزال في جيبي هي الماده الوحيده المتاحه لاي حد عايز يعمل اي حاجه عن اكتوبر. صحيح 100% اهو. هو ده اللي بيجي في كل أفلام حرب اكتوبر، اغنيات كليبات سهرات ديكومنتري. قال لي اللي احنا عملناه ده هو ده التراث اللي انتوا بتشتغلوا عليه لحد النهارده 100%. قال لي احنا رحنا على الرمله وهي لسه خضرة، الرمله لسه ما شربتش دم اللي استشهدوا عليهم كلهم. رحنا في عز الانتصار 74 يا دوب بعد غضب الاشتراك على طول، وطلعنا ونزلنا خط بارليف ده 20 مره. قال لي فيلم اتصور في 10 شهور، مفيش فيلم اتصور في 10 شهور. وتعبنا وعملنا اللي علينا ولحقنا. انت عارف فعلا انهم لحقوا خط برليف قبل ما يتشال كله. ايوه كان بيحكي دخلنا خط برليف وشفنا بقايا الجنود الاسرائيليين. وقال لي شفنا الرمله مش شاربه الدم الناس اللي ماتت لسه يعني، كانت لسه الرمله خضراء يعني. وعملنا اللي قدرنا عليه. انتوا بقى جيلكم عمل ايه؟ طبعا احنا عندنا حاجات قليله، عندنا حاجه زي حكايات الغريب مثلا الطريق الى ايلات فيلمين عليهم القيمه بس كثافه ارد عليه برضه. بس ده العم محمد علي برضه جيل محمود ياسين مش بعيده قوي يعني. بس يعني هو حس انه جيلنا ما عملش العمل الضخم بتاعه. قال لي وبعد كده انت قلت ان انا صورت 6 افلام في اكتوبر وما خدتش رصاصه واحده، ايه رايك ان هم في فيلم الوفاء العظيم قطعوا لي رجلي؟ سيد حقيقه عمر ازاي نسيتها؟ قلت له معلش ده مشهد مهم يعني. الفيلم ده تحديدا وقع مني مش واقف عنده قوي يعني.
اصل اضعف فيلم بس يعني بس قطع في رجله فعلا. فقال لي كان قاطعين الرجل فكانت مكالمه فعلا ورجع برضه بالبدور ورفع ايده كده بال حاجه يعني برباط برضه يعني يعني وقع السلم مثلا حاجه زي كده شكله انه استشهد كمان في الفيلم. فكانت مكالمه عظيمه يعني زودت علاقتي بالفيلم ده تحديدا اللي انا يعني دي مكانه خاصه. انت بتعتبر ده اكتر فيلم قريب من قلبك في حرب اكتوبر؟ هو الفيلم ده ليه مكانه خاصه فعلا دي حقيقه. خد يعني هو فعلا محمود ياسين قال لك كلام حقيقي جدا اللي هو هذه يعني المشاهد اللي المعتمده اللي احنا صورناه اللي احنا صورنا الجيش وال 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 والجبهه كانت لسه طازه والحاجات مكانها. بالمناسبه مخرج امريكاني برضو. ايوه قال للمعارك يعني. طب وبقيه الافلام يا عمر؟ بس انا مش عايز اطلع بفيلم مسلسل لا تزال في جانبي من غير من غير ما اتكلم عن عمر خورشيد. المزيكا عشان انا بالنسبه لي عمر خورشيد المفروض يتكتب فيلم بطوله موسيقى عمر خورشيد بعد كده محمود ياسين. الله 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 الله. لان عمر خورشيد عمل حاجه غريبه جدا. عمل مزيكا. طبعا المزيكا دي بقت ايقونه خلاص بتاعت الحرب. بس هو عمل في الـ في الـ في المزيكا دي معجزه غريبه جدا انه مزيكا الانتصار دي المزيكا المفروض احنا انتصرنا فرحانين فهو عمل موسيقى قايمه على الفرحه اللي كلها وقار. فرحه عامله حساب الناس اللي استشهدت ومش بيبالغ في الفرحه يعني مش عامل قاطره قصه يعني ولا فرحه فيها شموخ وفيها حد متعور وهو فرحان. فحاله مزيكا الفرحه اللي فيها مستخبيه وتسمعها تبقى مبسوط وعايز تعيط في نفس الوقت ما تعرفش الله. ما تعرفش دمجهم ازاي مع بعض. طب وبقيه الافلام رايك فيها ايه؟ طبعا انا بحب تجربه زي تجربه اغنيه على الممر. يا سلام. تجربه يعني مليانه سينما ومليانه عالي سينما مزيكا ومليانه فن الحقيقه. تعيش يا مصري يا ضحكه الاوقات. واشتغلت على الحرب من حته بتاعه بني ادمين بس يعني مش مشغوله بمعارك ولا ضخامه انتاج لا مشغوله بالانسانيات يعني. وبحب برضو العمر لحظه. العمر لحظه طبعا فيلم ليه؟ بحب العمر لحظه كنت يعني فاكر ان انا بحبه علشان لما بيجي بقعد مستني محافظتي الشرقيه ومدرستي بحر البار الابتدائيه. وبعد كده اكتشفت لا ان هو لا ده فيلم حلو فيلم مكتوب حلو ومحمد راضي مقدم. محمد راضي عمل ثلاث افلام حرب اكتوبر. حائط البطولات اخر فيلم وابناء الصمت والعمر لحظه. ففيلم فنيا وسينمائيا حلو يعني مع كل الاحترام طبعا لبواريك الفنانه ماجده يعني هي اللي كانت الحاجه الوحيده دي بواريك النشاز. المرحله كانت الحاجه الوحيده النشاز في الفيلم لا يعني. كان في بواريك لنبيل عبيد برضه ست تجاهلتها في الفيلم او مديحه كامل اظن يعني كانت نبيل عبيد كان في بواريك في الفيلم برضه بس هي باروكه الاستاذه ماجده اللي ايوه هي كانت يعني زياده عن اللزوم لكن فيلم بحبه يعني وبحب مشاعره عاليه من اكثر الافلام اللي مشاعرها عاليه يعني. حرب اكتوبر بعشر افلام تقريبا بينما مثلا حرب فيتنام خدت لها بتاع 200 فيلم مثلا حاجه يعني يعني ليه احنا هل وانت راجل جوه صناعه السينما هل ده نتيجه امكانيات فقر امكانيات ولا فقر دماغ ولا فقر صناعه ولا ايه بالظبط؟ لا هي افلام من النوع ده ما تطلعش غير من حد عايز يعمل شغل عن حرب اكتوبر لان ده لا فيلم هو لا فيلم تجاري ولا فيلم من مهرجانات وسينما واستعراض يعني قدرات فنيه. ده فيلم عن حرب اكتوبر ده نوع من الفن محدش عندنا مهتم بيه وشايف انه يجي من وراه حاجه ما حصلش يعني لحد ما جه الممر برضه نجح يعني هو مش عن حرب اكتوبر كمان يعني بس 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 نجح بلفت نظر الناس للنوع ده من السينما يا جماعه روحوا هتتبسطوا انه المنطقه دي ما فيهاش افلام كفايه المنطقه دي مليانه فن ويطلع منها شغل فكان في زن برضو علشان الناس تاخد بالها وتلتفت انه الفيلم النوع ده لكن انا من في كل الاعمال اللي اتعملت انا مفضل عندي طبعا حكايه الغريب ده انا بعتبره احلى فيلم عن فتره الهزيمه والنكسه شفته يعني لحد النهارده ومحدش واخد باله ان حصار السويس ده هو السبب في ان في حاجه اسمها 6 اكتوبر يعني لو حصار السويس ده كان لو فشل السويس كانت قطوحي ما كانش كان في حاجه 6 اكتوبر صحيح يعني صحيح فده بطل مهم جدا اثر في الانتصار يعني لكن ما حدش بيتوقف عنده كتير يعني لا باذن الله نتفرج على السويس بعيون وكتابه وعظمه عمر طاهر
زي ما بنتفرج دلوقتي على الرصاص اللي نزلت فيه.